السلام عليكم ناس البيت، كيف أخباركم؟ تميمين؟ كويسين؟ إزيك يا زول؟ أهلاً وسهلاً. رقمي؟ 210. شكراً يا زول، شكراً. على دلقونا وعلى دلقونا، صلوا على النبي لا يحسدونا، على دلقونا وعلى دلقونا. سلام عليكم يا ناس البيت، كيف أخباركم؟ كويسين؟ الحمد لله، إن شاء الله، إن شاء الله بخير، إن شاء الله، إن شاء الله. شكلها مش غريب، حسنا شفتها قبل كده، مش فيها شبه من العميدة نور، نفس فتحتين المناخير. لا شكل عيلة قصار يا ماما، شكل إشنو؟ إشنو؟ بتقول إيه؟ مينو؟ عفاريت دي، عفاريت رغبات دي، ست واصل، ست واصل، أنا مش بخلف. الحمد لله. رجلي بعد ما مات أنا مش بخلف، حياتي متعسفة. أنت عايزة تخلفي بعد ما رجلك مات؟ آه لا، عفريت عفريت. حياتي مت... إيه ده؟ إيه ده؟ أنا شوفي أنتي، أنتي شوفي أنا؟ لا أنا ما شوفش أنتي. أنتي سارة عبد الحق مذيع كبير. يا أهلا يا أهلا يا وسهلا، أسلم على أبو شبح. أهوزك شبح، شبحة شبحة، انصرفي. آه يطلع من الشبح 40. أنتوا توأم؟ أنا كمان ليا ثلاثة إخوات، واحد أبيض واحد أسود، واحد أبيض في أسود زي علم السودان. عارفة يا حبيبتي، أنا رحت مرة من 12 سنة حياة فرح في الخرطوم، وكان فرح إيه بتاع ناس كبارات، بس عمري ما شفت العينة بتاعتك دي، أنت عينة نادرة. نادرة نادرة نادرة. 183. احنا 183. انا لا ده احنا يا حبيبتي. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي. ربنا يعوض عليكي يا حبيبتي. بالتوفيق. الله يخليك. بالتوفيق ان شاء الله. بامبو سوداني سادو. لا من فضلكم، انا حضرتكم ممكن تستنوا تحت شويه؟ من فضلكم. ايوه استنوا، استنوهم استنوهم. الو يا زول، الو، شنو شنو يعني ايه؟ مش فاهم شنو. انا العميد نور. يلا تحتوت يا ملطوط، فك كل مربوط. تحتوت يا ملطوط، محدش اتحرك يا كامل. رحبات روسي، والله وقعت ولا حد سمع عليك. ايه في ايه؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ صحابي بشوف لهم الفنجان. كل دول بتشوف لهم الفنجان؟ اه بشوف لهم الفنجان. خدوها. حاسب حاسب حاسب، اوعى. ودي مين؟ انت سارة عبد الحق؟ ايوه ايوه حضرتك، انا كنت جايه عشان اعمل انترفيو معاها بخصوص الشعوذه. كويس ان حضرتك جيت، علشان بالمره اخد معاك لقاء، والشرطه في خدمه الشعب طبعا. اهلا وسهلا. ما شاء الله. امال فين الكاميرات؟ فين الكاميرات؟ هروح اجيبها ثانيه واحده وجايه على طول. ودي مين؟ سيده الاعمال سعاد دياب. حضرتك اصل المدموزيل اللي كانت هنا كانت عايزه حراسه للفيلا، وانا كنت جايه اتفق معاها ان عندي شركه حراسات خاصه. لوزه ايه شفافه بيه، مش شايفني ولا ايه؟ تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله. انا زعلانه من الحكومه. ليه؟ عشان اول ما دخلت ما عرفتنيش. انا لوزه بلم النقطه. اتفضلوا معايا كلكم على البوكس. اتفضحنا، اتفضلي. ميرسي يا حبيبتي. يا حبيبتي هاتي محامي، لكن انا متعوده. استنيه الكاميرات. شيل ايدك، مش هسكت لكم، انا هوديكم في 60 داهيه. مش عارفين انا مين. حضرتك احنا سيدات مجتمع محترمات، ما يتعملش فينا كده خالص. او نو بالراحه يا اخويا، هتكفيني على وشي، انا متعوده على البوكس، ما دي نهايه كل فرح، هي جديده عليا يعني. انا مش هسمح لك ابدا بالمسكه دي، انا هتشوف هتدفع ثمنها. ادوني نمره وزير الداخليه. فضحتنا بقت بجلاجل يا سعاد. حموت انتصار واعرف مين اللي بلغ الجرايد والقنوات الفضائيه. اكيد طبعا اعداء النجاح ليا وليكي. المشكله دلوقتي انا الحلقه الجايه هطلع اقول ايه للجمهور. انا خايفه على سمعتي تتهز في السوق، ما حدش هيشتري من عندي حاجه هيقول لك بضاعتها معفرطه.
هو انت بتشتغلي في ايه؟ انتصار مش بغض النظر. المهم دلوقتي احنا ايه نثبت على فكره معينه ان احنا كنا رايحين مع البوليس علشان نساعدهم في القبض عليها. ايه العبقريه دي؟ هو في حد هيصدقنا؟ هي كانت شورى مهببه لما سمعنا كلام لوزه. هو في حد برضو يمشي ورا لوزه دي؟ واحده بعقلتي وعقلتك ازاي نمشي ورا واحده زي لوزه؟ مش انت اللي صممتي؟ انا؟ نو بقى يلا منك. لو امك انت وهو يعملوا لي اعمال في بيتي شعوذه؟ والله كنت حاسه حلمت باللي اسمها انتصار داخله عليا وجايبه لي خروف قصص كاريه زي شعرك كده. قلقت وصحيت من نومي قلت خير خير، بصيت لقيت اللي اسمها سعاد جايبه لي بطه مستعبطه شبهك مش ماشيه عادي كده كده، لا عامله لي كده كده. قلت لا خير خير، لا طلع مش خير، اعمال وشعوذه. بقى انا يعملوا لي اعمال وشعوذه؟ يا طنط اعمال ايه بس؟ دول كانوا رايحين يشوفوا الفنجان بس. بس فنجان ايه؟ طب ايه رايك امك بتشرب نسكافيه؟ كانت رايحه تقرا ايه؟ المج؟ يعني حضرتك هم هيعملوا اعمال لمين؟ بس بس لبناتي بس. ايه الحاجه المشتركه بين الحموات الفاتنات غير بناتي؟ يعني بصراحه وانا مستغربه من وجودهم مع ستي زي دي. بس حتى انت عادله هتتكلمي مش كفايه مامتك؟ ولا تعالى هنا، تعالى هنا بشعرك ده، اقف هنا ما تتحركش. انا الصراحه مصدومه قوي من اللي بيحصل ده. ما انتوا لقيتوا حاجه دلوقتي تمسكوها علينا. وطي صوتك يلا كمان، قصر الكلام، اقعدوا الاول. اي واحده من امهاتكم منك له جت تزورنا هتتفتش، وتفتيش ذاتي من حق اخاف عليا وعلى بناتي؟ مش يمكن ترش لي ميه، ترمي لي عفريت فلتان ولا حاجه؟ بصراحه اخاف من الفتنه. ايه الكلام الفارغ ده يا سعاد؟ الست دي اتهطلت ولا ايه؟ يعني ايه نتفتش؟ بص يا سعاد، احنا لازم نعمل اجتماع عاجل، لازم نبقى ايد واحده، الكلام ده ما ينفعش. انا بقى مش ناقصه جنان الست دي. اوكي يا سعاد، مع السلامه. اتهطلت ان نتفتش قال. ادخل. تعالى يا ابراهيم. ازيك يا مدام انتصار؟ الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. عامل ايه؟ اخبارك ايه مع هيام؟ الحمد لله بخير، احنا زي الفل الحمد لله، مبسوطين جدا. طبعا، بنتي بنتي تربيتي والله تربيتي. ونعم التربية ونعم التربية. طبعا طبعا يا حبيبي. تعالى اقعد يا ابراهيم، اقعد حبيبي. الف مبروك عليك. الله يبارك فيكي. والله العظيم يعني هيام دي احسن حاجة حصلت لي في حياتي. ولو انك ما تستاهلهاش. عموما حبيبي انا مبسوط. قوم اقف يا حبيبي وانت بتكلم، تنسيت نفسك ولا ايه؟ انا اسف يا ماما. بص يا ابراهيم يا حبيبي، مش مهم ابدا انك انت تبقى سعيد، المهم يا حبيبي انك انت تستمر وتكمل في السعاده دي. اهو بنقول يا رب. يا رب، انت عزيز وغالي. اقعد يا ابراهيم يا حبيبي، اقعد، انت زي ابني بالظبط حبيب قلبي. مبسوط الحمد لله. الحمد لله. الحمد مبسوط لله. مبسوط جدا الحمد لله. بص يا ابراهيم، انا كنت عايزه اكلمك في موضوع كده. خير؟ انا عايزاك تطلق البيت. ايه؟ لا مش ده، مش ده. لا حبيبي معلش، انا نفسي انك انت تقنعها انها تيجي تشتغل مع مامتها في محطتها ويبقى معها مامتها وجوزها. مدام انتصار انت عارفه والله العظيم انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب، ونفسي يعني البي لك اي طلب انت عايزاه. غالي وعزيز، غالي وعزيز، غالي وعزيز. بس انا ما اقدرش يعني اجبر هيام على حاجه هي مش عايزه تعملها. ازاي ابراهيم؟ ازاي؟ هو انت مش عايز مراتك حبيبتك تبقى قدام عينيك على طول؟ ها ولا ايه؟ يا ريت والله. البت قزه يا ابراهيم، قزه قزه، يعني هي ممكن بقى هناك حد يعكسها، حد يضايقها، زي مرات عمرو بالظبط ولا ايه؟ تصدقي كلامك صح. انت غالي وعزيز، غالي وعزيز. بس انا ما اقدرش اجبرها على حاجه هي مش عايزاها. بص يا مدام انتصار والله العظيم قبل ما نتكلم الكلام دوت انا كلمتها في البيت وحاولت اقنعها انها تيجي القناه، بس للاسف يعني هي رفضت وانا احترمت رغبتها. لا حمش يا واد، لا حمش يا واد، وبتمشي كلامك على مراتك. لا راجل راجل. طب امشي 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 من قدامي، امشي يلا يا ابو زعروره.
يلا يا ابو زعروره امشي. البيت ماشيه يا كلامها عليه. يا نهار اسود يا دي المصيبه يا دي المصيبه. ايه يا كريم في ايه؟ في ايه؟ انا مستقبلي راح واتفضحت. ليه يا حبيبي ايه اللي حصل؟ شوف يا ستي، القبض على الانتصار عبد الحق وسعاد دياب ومعهم الفنانه الشعبيه لوزه والده احد المطربين المشهورين في وكر الدجاله راحبات القوس. يا نهار اسود، امتى ده حصل؟ وايه اللي قدامهم هناك هم ثلاثه؟ وانا مش عرفني، انا مش متلقح معاكي في المنفى ده. والمصيبه ان هم كاتبين اول حرفين من اسمي، يعني اي غبي هيبقى عارف ان هم قاصدين انا بالذات. طب اهدى يا حبيبي معلش اهدى. اهدى ايه بس؟ انا من ساعه ما جيت المخروبه دي والمصايب نازله ترف على دماغي انا قرفت. اه مالك؟ مالك؟ عندي مغص في بطني يا كريم. طب اعمل ايه؟ اجيب لك دكتور؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هتصرف، انا هتصرف بسرعه يا كريم. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.